في مختلف المدن القطرية. هنا تشين المجموعة بمواجهة من نار، مواجهة تنصر من جديد في العاصمة القطرية من ولاحي 8 السليمة ملاح 15 سفيان بوفيل 17 حكيم مهم جدا في ظل وجود مثلة الرابع الكور لناي فكرة دحلة باس التمرير بعد ذلك لكابر مكورة صعبة في البداية وياسين الماتية واختيارات داليج بالخبرة وببعض اللاعبين الشباب. مشاهدة كرام ليفاكوفيتش في الحراس، مودريتش أعرف إلى الخطورة موجودة على الدفاعات جدا نحو تحقيق النتيجة إيجابية. برافو والمتابعة بينما خطيرة هذه الكرة والسيس في نهاية المطاف، السيس يبعد الكرة مباشرة إلى الركنية. كرة ممكن شوت، شوت فيها جول دفاع سان جيرمان. زياش يرفع لها الكرة لكن وصبيش كوفاشيتش في وسط الميدان وكراماريتش الخط الأمامي يتوسط فلاشيتش وبيريتش في أصابير الجماهير المغربية في طرف المشاكس. يبشر زياش، زياش الباس الكنترول، زياش والكرة جوزت الخط تمشي للأمام طولية لكن سايس يراقب المنارة الدفاعية. الكابيتانو غانم سايس خبرة الكرة في وسط الميدان انطلاقة كرواتية. شوت الكرة يا زياش، زياش عندك زياش أحلى كرة لحكيمي، حكيمي الإنذار الثاني بقدم حكيمي في المراوغة. مودريتش يدخل العرضية ولكن فيها تمريرة خاطئة، دي التمريرة مرت سلامات، مرت سلامات. أول غلطة والغلطة بالأول الثاني في الوسط، هذا يعطيك الثقة. تلعب حكيم زياش مرفوع في القائمة الثاني، في القائمة الثاني هنا نقصة الرأسية ونتك الكرة في مناطق المنتخب الكرواتي. جول شوت 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 سدد سهل كرات أحلى لمحات ولمسات هنا في صافرة وتعطى الأفضلية للمنتخب المغربي. في الشباك يا زياش، إني أرى في الشباك يا صاحب الأخطاء ممنوعة. ثاني تمريرة خاطئة يغطي هناك في الجهة اليسرى فيها أرضية. مرش ما يمرش ما يمرش ما يمرش ما يمرش. برافو برافو قطع الكرة في الوقت المناسب وبالجهة اليسرى. اخرج يا ياسين، ياسين بكل وضعية صعبة جدا نادي إشبيلية. هنا واحد ضد واحد حكيمي وفيها لمسة، هذه كرة طولية ممتازة. يا يوسف ينصيري لو فعلتها ستعيد بل واحد من المساهمين في الانجاز الاسطوري. الان وليد حافظ منتخب كرواتيا اي اكثر من هجوميه. كوفاتشيتش يرفع كوره لكن يا زياش وعينك على نصيري يا زياش ولكن بعيده تماما على يوسف.